تعلن شركة مصر للطيران عن قيام الرحلة 685 المتجهة إلى كندا. على جميع المسافرين التوجه إلى بوابة المغادرة. أجيب منين كاريديان إكسبريس؟ عشان قدرت بصمت تعافر وتخوض معارك وانت صابر ويفوق نجاحك كل المآسر تبقى حقيقي سوبر مهاجر. عشان قدرت بصمت تعافر وتخوض معارك وانت صابر ويفوق نجاحك كل المآسر تبقى حقيقي سوبر مهاجر.